السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اهتزت ولاية ميلا صباح اليوم الأربعاء لوقع خبر صادم وفاجئ لما راح ضحيتها الشابين. تابع الفيديو للأخير ولا تنسى الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد. ومفاجعتان متزامنتان هزتا ولاية ميلا صباح اليوم. الأولى كانت ببلدية عمير أوراس، أين عثر على شابة تبلغ من العمر 20 سنة متوفية على مستوى شجرة قرب منزلها العائلي وسط دهشة كل من شاهدوها. وفي واقعة مماثلة ببلدية الرواشدة تم العثور على شاب يبلغ من العمر 19 سنة متوفي في سقف مرآب منزله العائلي حسب بيانات الحماية المدنية لذات الولاية. وفي الوقت الذي تجهل فيه أسباب الوفاة فتحت الجهات المعنية تحقيقاتها حول ملابسات هذه الحادثتين، وتبقى الضغوط الاجتماعية والنفسية والعائلية أكثر الأسباب ترجيحا في مثل هذه الحوادث المؤلمة خاصة وسط الفئات الشابة.